السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. قبل ما نبدأ أخبارنا، في ناس بتسأل سؤال بتقول هل مسؤولية المدير الفني، هل المدير الفني مسؤول عن الفرص الضائعة؟ وجاوب هو بيتش موسيماني، قال لك أنا ماليش علاقة، أنا شغلتي إن أنا أفتح لك مساحات وأوصلك للمرمى، قصة إن أنت تسجل أو تضيع دي مش بتاعتي، قالها كده. فبدأت الناس تسأل أو تطرح نفس السؤال تاني وعايزين إجابة. أنا للأمانة بشوف إن الإجابة دي إجابة ساذجة، لأن في كرة القدم الحديثة مفيش حاجة اسمها الكلام ده. يعني هسألك سؤال نفس السؤال بطريقة عكسية وجاوبني عليه، مش بطريقة عكسية يعني على مركز آخر. لو أنا عندي المدير الفني طبعا بيحط الخطة ويظبط كل حاجة وبنختار التشكيل وبيوصل الفرق، عندي مدافع أخطأ في مباراة وكان سبب في إن هدف يخش في مرمى فريقه مرة هدف واتنين، هل المدير الفني هيبقي على هذا اللاعب في المباراة ولا هيسحبه وينزل واحد تاني؟ دي حاجة. الحاجة التانية، هل اللاعب اللي أخطأ في المباراة دي هل المدير الفني هيبدأ به المباراة القادمة اللي بعدها على طول ولا هيقعده على الدكة؟ طيب اللاعب ده المدافع ده كان سبب إن يمنى فريقه بهدف واتنين، هل هسيبه أقعده على الدكة مش هلعبه الماتش اللي جاي وسحبته هقعده هسيبه بس، ولا هقعد معاه اعمل معاه تدريبات تخصصيه في طريقه التمركز، اقف ازاي، اطلع الكره ازاي، اشتت الكره ازاي، يعني اقف على الايم القريب ولا الايم البعيد، اخد المهاجم في ظهري ولا في حضني، مش هيبقى في تدريبات تخصصيه للاعب ده علشان افهمه علشان ما يغلطش نفس الغلطه تانية؟ قيس كده من وجهه نظري، قيس كده بقى على المهاجم. لو انا عندي مهاجم في 3-4 ماتشات بيضيع فرص وما بيسجلش، اعمل معاه ايه؟ هسيبه يا عم اول ماتش. طيب ابدا بيه برضه الماتش اللي بعده، يبقى انا مدرب ما علمتش الراجل ده حاجه علشان يطور من نفسه. طيب هل اسيبه ما اقولوش انت تفنش الهجمه ازاي؟ ده احنا بنشوف مثلا كان اعتقد في منتخب بلجيكا كانوا متعاقدين مع تيري هنري لتدريب الفراوده الخط الامامي، ازاي تشوط، ازاي تسدد، ازاي تفنش الهجمه. في دلوقتي لكل الخطوط ناس متخصصين في الدفاع بيدربوا، ده بياخد تدريبات لوحده وده بياخد تدريبات لوحده، خط الامام بياخد تدريبات بعد ما يتدربوا طبعا، والتقسيمه وفكره المدير الفني. ما بقتش فكره ان انا اوصل، انا شغلتي قصه ان انا بشوف انها ساذجه، او شغلتي ان انا اوصل اللاعب للجون وانه يضيع او ما يضيعش، دي مش بتاعتي. لا بتاعتك في ايه؟ ان انا اسحبه اقول له لا انت من اي فرصه تجيلك لازم تستغلها استغلال الامثل، اسحبه وبعد كده لما اسحبه ما ابداش بيه عشان يغلي ويغل ويبقى له بديل، لكن انا بنزله وبقول له مالكش بديل، بنزله مالكش بديل. لما بجيبه واقعد معاك المفروض اقول له الهجمه دي واللعبه دي تتفنش بالطريقه دي، الصح بتاعها تعمل تدريبات زي ما بنشوف مثلا في مستوى التحليلات، تشوف عماد بيدعي يقول لك الكره ديت اللاعب ده لعبها بالطريقه دي، لو كان لعبها بالطريقه دي، لو كان راح الزاويه دي كانت فتحت له هنا، لو كان دي اسمها التدريبات، والمدير الفني يعملها بشكل عملي. المدير الفني دوره انه يطور من اداء اللاعب، مش انا قاعد هو ده شغل، ده اللي هو بيقول عليه ده شغل مدير فني مش كوتش. مدير فني والله انا بقعد هتلعبوا خطه 3-3-3 4-3 وانت تطير وانت تعمل وانت ماليش دعوه بقى ضيعت ولا السلام عليكم يا رجاله، ينفع؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ مدير فني مسؤول عن كل شيء، مسؤول عن كل شيء، والا بقى لما فرقته بتضيع فرص وما تكسبش يفضل قاعد ما يمشيش، ما يمشي ليه؟ ما هو فهو عمل اللي عليه ووصلهم نمشي المهاجمين بقى، ما نمشيش المدرب، نمشي المهاجمين. يا سيدي انت مسؤول عن كل حاجه في الفريق، مسؤول عن الفرص الضائعه، مسؤول عن صنع الفرص، مسؤول عن الاهداف اللي بتخش في مرماك بسبب اختياراتك واللعيبه وعدم اختيار الامثل وعدم خلق روح من النهارده محمد شريف وعندي بيرستاو الاثنين وانا عندي حسام حسن،
لما يبقى فيه منافسه زي قفشه. قفشه انا ما عنديش صانع لعب. قفشه مستواه عندي النهارده قفشه سيء جدا من بدايه الموسم، عمال اقولها بعد كل مباراه. تاو سيء جدا مع عوده الدوري من بعد التوقف بتاع كاس العرب، سيء جدا، ما شفناش بيرس تاو. اللاعب ايمن اشرف سيء جدا سيء جدا. محمد شريف سيء جدا. وهؤلاء اللاعبين الاربعه دول انا مش مجهدين. يعني تاو لعب في بطوله افريقيا، ما لعبش في جنوب افريقيا، وكان في راحه شهر كاس العرب ما لعبش. قفشه ما لعبش معانا في كاس افريقيا، بطوله افريقيا، حتى المباراتين بتوع السنغال ما لعبهمش. محمد شريف كذلك، ايمن اشرف كذلك ما لعبش مباريات كتير، فمش مجهدين. الاداء زفت ليه؟ هل ده مسؤوليتي؟ مسؤوليه ولا مسؤوليه المدير الفني؟ ما حدش يقول لي في ضغط مباريات، ما حدش يقول لي اجهاد، لان النغمه دي بقت بايخه وقت مستفزه. ده بالنسبه لاجابه السؤال. والسؤال بطرحه لحضراتكم، هل المدير الفني غير مسؤول عن اهدار الفرص؟ منتظر اجابتكم. ايهاب جلال المدير الفني لنادي بيراميدز اتكلم وقال لك ان انا لا التفت للانتقادات اللي بتوجه ليا منذ الاعلان عن توليه تدريب منتخب مصر، ومركز الفتره المقبله مع منتخب مصر. وقال ايهاب جلال انه بيتمنى لو فاز على مازيمبي وحدث اتفاق بين اداره بيراميدز واتحاد الكوره انه يستمر في قياده بيراميدز على اقصى تقدير للدور القادم من البطوله قبل تولي قياده منتخب مصر. يعني هو الراجل بيقول لك بقى اتمنى النوم، انا ما عنديش مشكله بس اتحاد الكوره وبيراميدز يتبقوا، امسك ابو مدير فني منتخب مصر ومدير فني لبيراميدز في نفس التوقيت لحد الدور القادم لو فزنا على مازيمبي ذهابا وايابا. يعني الوداد طبعا النهارده مباريات دور ربع النهائي في بطوله دوري ابطال افريقيا، شفنا بالامس كان في مباراه وفاق الصيف والترجي انتهت بالتعادل السلبي في الجزائر. النهارده كان في مباراه الوداد وشباب بوليزداد بالجزائر انتهت بفوز الوداد رغم النقص العددي، النادي الوداد كان بيلعب ب 10. شفنا مباراه بترو اتلتيكو وصن داونز انتهت بفوز نادي بترو اتلتيكو على صن داونز بهدفين مقابل هدف. مباراه النادي الاهلي والرجاء انتهت بفوز النادي الاهلي بهدفين مقابل هدف. مجدي عبد الغني، شوف انا قلت لك كل حاجه. كنت نفسي ان بيتسو موسيماني او عمرو السوليه نفسه ما يشوش ضربه جزاء الثانيه، لانه لعبها في نفس الزاويه والشوطه الاولانيه التسديده الاولانيه بتاعته كان انس الزنيتي كان رايح معاه في نفس الزاويه وكان ممكن يتصدى ليها يعني. لكن فكره انه ضيع او ما يضيعش مش مسؤوليه المدير الفني على فكره. مجدي عبد الغني جاي بيهاجم المدير الفني على ان عمرو السوليه ضيع ضربه جزاء وقال لك كان المفروض يمنعه انه يسدد ضربه الجزاء الثانيه، وده برضه مش حقيقه يعني. وفي مدير فني يقول لك لا عمرو السوليه مأدي شوط اول تمام التمام، وانا شايفه من احسن اللعيبه اللي لعبوا هذه المباراه وسجل هدف وعمل بدايه الهدف الثاني لما مرر الكره بوش رجله الخارجي اللي بيرسي تاو لعبها بالعرض عدت من محمد شريف وراحت لحسين الشحات سجل ضربه الجزاء الثانيه. بقى دي يعني هو راجل منتخب بيسدد ضربات جزاء عمرو السوليه فلعبها وتصدت، فما اقدرش احمل بيتس. كنت اتمنى انه ما يسددهاش عمرو السوليه، لكن وانس ده مش مسؤوليه المدير الفني يعني. تعرف لو هو ضيع الاولانيه ممكن اقول لك ما يسددش، لكن هو سجل الاولانيه ازاي ما خلوش يلعب الثانيه يعني كمدير فني يعني. لكن قدر الله ما شاء فعل يعني. مجدي عبد الغني بيهاجم بيتس موسيماني بسبب ضياع ضربه الجزاء ويقول يتحملها بيتس موسيماني، ويقول النتيجه مؤلمه. طبعا النتيجه مؤلمه يعني. ميدو بيتكلم طبعا لما اسمه تردد لتدريب منتخب مصر الاولمبي، فالناس كلها قال لك يا عم ده فشل في التدريب. فميدو بيقول لك لا، انا لسه الخطاب بيخطبوني، انا لسه العرسان بيجولي. بيقول لك انا لما فشلتش في مجال التدريب وراضي عن اللي قدمته، حتى الان انديه بتجيلي عروض من انديه علشان ادربها، لكن انا لا، انا متفرغ للاعلام وماسك في الاعلام ومرتبط بعقد مع قناه المال. يعني لو جالك المنتخب الاولمبي مش هتوافي وهتدنك ماسك الريمونتادا ولا تقول لي مش عارف ايه. طبعا مهدي عبيد عمل حاله من الهسهس والقلق عند جمهور المنافس. عندما يذكر اسم مهدي عبيد فالجمهور من المنافس والاعلام من المنافسين يجي لهم حاله هلع كده. انا ضربت لحضراتكم مثل في المسلسل بتاع عادل امام، كل ما يشوف حمار يقول اخويا،
اللي بتاع المساعد دلوقتي سيد شغال، هتجي لهم حاله كده، كل اول ما تقول مهدي عبيد فتجي له حاله، كل ما يشوف مارو يقول لك اخويا ما تعرفش الدنيا فيها ايه. النهارده برضو اللي كان موجود على الفار في حاله جدليه، ضربه الجزاء الاولى للنادي الاهلي، كره اللي جت في ايد سكال اسامه سكحال، كره جت في ايده شفناها كلنا من زاويه، الكره جايه في ايده، وناس عرضوا زاويه قال لك جت في رجل وائل جمعه، والاستوديو التحليلي قال لك ما جاتش في ايد مدافع نادي الوداد، وقال لك اخطا مهدي عبيد. لكن احنا شفنا تقول لك ممكن في ناس تقول لك الكره خبطت في رجله وجت في ايده، ناس بتقول لك خبطت في رجله، ناس بتقول لك خبطت في ايده، لكن في معظم الناس الاستوديو التحليلي وائل جمعه قال لك ما جاتش في ايده. يعني انا شفناها كلنا من زاويه جت في ايده، الزاويه اللي احنا شفناها من المباراه، يعني الله اعلم جت في ايده بقى ما جتش في ايده، لكن الصوره الاولانيه شفناها جت في ايده، الصوره الثانيه خبطت في ركبته، الناس بتقول لك خبطت في ركبته راحت طالعه خبطت، ما نعرفش. لكن ارتبط هذا الجدل باسم مهدي عبيد ومباريات النادي الاهلي، فبالنسبه للمنافس مهدي عبيد بقى وسيله مساعده للنادي الاهلي. خليكوا على نار نار ولع نار. المصدر من داخل لجنة الحكام بيتكلموا على انهم يستعدوا للرد على النادي الاهلي في خطاب رسمي من خلال اتحاد الكرة المصري ورابطة الاندية، بعد الكلام عن اجتماع عصام عبد الفتاح مع رابطة الاندية، عصام عبد الفتاح رئيس لجنة الحكام، والكلام على استخدام الطلبات بتاعت النادي الاهلي، منها سماع ما يحدث في غرفة الفار واستخدام حكام اجانب اصحاب خبرات. قال لك البند الاول طلب النادي الاهلي بخصوص استخدام حكام اجانب عندهم اصحاب خبرات في مجال ما عندناش اي مشكله، وبعدين نستخدمهم ويلقوا محاضرات ومعايشه حكام مصريين فتره طويله، وده قال لك الموضوع ده بيحدث في اتحاد الكره ولجنه الحكام منذ فتره، والدليل على ذلك ظهور بيروليجي كولينا، ظهوره فين ممكن جاي يشرب معاك شاي، قال احنا مش محتاجين حد يقول لنا ده احنا بنعمل الحكايه دي. قصه بقى سماع المحادثات في غرفه الفار مرفوض، محدش يقدر يسمع هذه التسجيلات، فقط هي لجنة الحكام من تسمع هذه التسجيلات. بالنسبة لرشيد الطاووس زي ما قلت لحضراتكم قال النتيجة دي جيدة، خصوصا انهم احرزوا هدف سهل الموضوع بالنسبة لهم، وقال الطاووسي ان الملعب وجمهور الترجي هيكون قد تأثير جمهور النادي الاهلي 10 مرات، وهاجم طبعا الفار وهاجم الحكام بسبب ضربة الجزاء الأولى. كريستيانو رونالدو النهاردة أحرز كثير من المرات، كريستيانو رونالدو الهاتريك رقم 60 في تاريخه، كريستيانو رونالدو الهاتريك رقم 60، لاعب عنده تقريبا 37 سنه وبيسجل في مرمى نوريتش بالامس يعني اللي هو السبت 3 اهداف هاتريك في هذا العمر، لاعب اسطوره، وناس كتير بتنتقد اداء كريستيانو رونالدو. لا 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 لا، كره بعد كره بعد كريستيانو وميسي بالامانه يعني مش هتنتهي، لكن هتاخد وقت، انت اللي شاف الاثنين دول هياخد وقت، زي ما شفنا قبل كده رونالدينو، زي ما شفنا رونالدو، زي ما شفنا زين الدين زيدان، زي ما شفنا مارادونا، تاخد وقت على ما تحاول يعني كرة القدم يبزغ نجم مثل هؤلاء تاني. يعني فاللاعب بيجيب في 37 سنة في سنه ده 810 هدف، يعني احنا عندنا اللي بيجيب 100 جون بنقول دخل نادي المئة ونعمل له الليلة ونعمل له حفلة. يعني بالنسبة للأخبار الخاصة برضو للأسف الشديد، موقع الوطن موقع غريب، لما اتكلمت مع حضراتكم الفيديو السابق عن خناقة محمد الشناوي وعبد المنعم، دي كان بيروجها إعلام نادي الزمالك، أو مش إعلام نادي الزمالك، جمهور نادي الزمالك على السوشيال ميديا عايزين يخترعوا. أنا شفنا كلنا اللقطة، محمد الشناوي بيعترض على ما بيبقى في مشاده بينه وبين لاعب نادي الرجاء، علشان لاعب الرجاء بيقول الحكم ان الكوره فيها لمس كاد وضرب جزاء في محمد عبد المنعم راح، فمحمد الشناوي بيحوشه قال له تعالى الحياه دي مش دعوه. محمد عبد المنعم ما تلفظش لفظ لمحمد، سمع الكلام، سمع الكلام خلاص. انما جريده الوطن تاخد كلام جمهور الزمالك على انه حقيقه وتعمل قصه وحكايه وروايه وتقول لك سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي قرر التحقيق مع محمد تحقيق ايه؟ واحنا في وقت تعيين ايه يا عم؟
كرر فتح تهاجيم محمد عبد المنعم بعد دخوله في مشاده، مش اي مشاده، قالك مشاده عنيفه. ده بقى الكلام ده على مسؤولين جديد دلوقتي، انتوا بتعملوا ايه؟ انا كنت الفيديو بتكلم بسخريه عن جمهور نادي الزمالك على السوشيال ميديا، اللي هم عاوزين اي حاجه وخلاص ينسبوها للنادي الاهلي زي ما بيحدث عندهم مشاكل يعني. فيجي جريد ياخد كلام جمهور نادي الزمالك ويعمل منه خبر صحيح ويحوله للتحقيق ومشاده، وهيوقع على محمد عبد المنعم غرامه وبعدين نعمل قصص. المصدر النادي الاهلي قال لك لا، محمد عبد المنعم حتى الان ما فيش حد بلغه باي غرامه ولا اي عقوبه، ولكن سيد عبد العزيز هيفتح معاه تحقيق. ايه الكلام التخريف ده؟ ايه الاعلام ده؟ اعلام ايه ده؟ اعلام ستوته لتته؟ ايه يا جدعان في ايه؟ بالنسبه طبعا اعلام نادي الزمالك بقى واخد قصه مهدي عبيد ونازل قال لك وتحريض طبعا على النادي الاهلي وعلى مهدي عبيد قبل مباراه العوده في المغرب، قال لك موقع وجرائد وصحف المغرب ومهدي عبيد وفضيحه تحكيميه. انتوا عايزين منين ايه يا عم؟ انت عايزين ما تخليك في فشلك، ها؟ ما تخليك في اللي انت قاعد فيه يا عم. مالك ومال بطوله دوري ابطال افريقيا؟ مالك ومال دوري ابطال افريقيا يا حبيبي؟ لا، لازم نحرض، لازم نسخن الدنيا، لازم نولع البتاع قبل مباراه العشاء. النادي الاهلي وجمهوره هناك يتقابل معامله سيئه من الجمهور، ونقول النادي الاهلي مكروه في كل مكان. ما هو انتوا اللي تزوقوا قله الادب هي اللي بتعمل ده، وبتعمل التعصب والفتنه، وتخلي الجمهور يبقى متعصب ضد النادي الاهلي، متحفز ضد النادي الاهلي ولاعبيه. شكرا لحسن متابعه حضراتكم، ودمتم في امان الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.